بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، إنا نحبكم في الله ونقول أحسن الله عزاء الجميع في الشيخ عبد الله بن جبريل، وهل قول الله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها هو موت العلماء؟ وما أثر موت العلماء على الأمة؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يجبر عزاء المسلمين في علمائهم، وهذه لا شك مصيبة عظيمة، ولكن نقابلها بالصبر والاحتساب. نسأل الله أن يبدلنا بخير منه من أهل العلم والبصيرة، وأن يغفر له وأن يرحمه، إنه غفور رحيم. وموت العلماء خسارة، ما في شك، موت العلماء خسارة عظيمة على الأمة. وفي الحديث موت قبيلة أيسر من موت عالم، موت قبيلة أيسر من موت عالم. وفي الحديث الآخر إن العلم لا يقبض انتزاعا، وإنما يقبض بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فموت العلماء لا شك أنه خسارة، ولكن نقابل ذلك بالصبر والاحتساب والدعاء، وأن الله يهيئ للأمة علماء صالحين، وأن يغفر لأموات المسلمين. وأما تفسير الآية أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فبعض العلماء يقول إن هذا بموت العلماء، قبض الأرض من أطرافها بموت العلماء. والمشهور أن المراد بقبض الأرض من أطرافها الفتوحات الإسلامية التي انتشرت حتى انتشر الإسلام في أقطار الأرض، ولم يستطع الكفار أن يمنعوها وأن يصدوه، بل أخذ طريقه إلى المشارق والمغارب.